تحوي هذه العلب المكدسة أحذية صنعت في لبنان، تنتجها ما تبقى من معامل أحذية في بنت جبيل، المدينة التي اشتهرت بهذه الصناعة منذ أوائل القرن الماضي. أنواع وأشكال متعددة تنتج وفق معايير قد تتخطى بجودتها مواصفات الأحذية من ماركات مشهورة. دعم هذه الصناعة أكيد بيساهم مساهمة كبيرة بتفعيل اليد العامة، وخصوصا أهلنا اللي مقيمين هون، وأكيد هذا إذا رجعت مشيت هذه الصناعة بمدينة بنت جبيل أكيد راح تجيب وترجع جزء كبير من أهل بنت جبيل المغتربين يلي كانوا يشتغلوا بهذه الصناعة، ولكن اضطروا آخر شيء يهاجروا أو ينزلوا على بيروت لأنه ما في شغل وما في صناعة بهذه المنطقة. وفي بضاعة لبنانية جلد طبيعي عم تجي أرخص من الصينة، وفي عالم بتخاف منها بتقول هذه وطنية منها مزبوطة. بالعكس، مع أنه هي بضاعة لبنانية أنا بنصح كل واحد إذا فيه يشتري بضاعة لبنانية إذا مشغولة على أصولها عم تجي أحسن من الصينية. الصيني بالشكل يمكن يجي شكله حلو من برا، بس كمتانة مش متين بالمرة. المنافسة الخارجية وعدم وجود أسواق لتصريف الإنتاج عوامل أثرت سلبا على تطوير هذه الصناعة. يعني جاز خالص من الصين مش عم يجي، قليل ما عم يجي، قليل ما عم يجي جاز خالص، عم يجيبوه هذا جاز كل شيء لحال بيجمعوه هم بلبنان بفوتوه مثلا على البول مواد أولية. العلبة بيجيبوها كل شيء خالصة خالصة خالصة، بيجيبوه خالص مع قلب ومع كل شيء، هيك بيجيبوه بيجمعوه بلبنان وبيبيعوه. هيدي الشغلة اللي أثرت على مصلحتنا نحن. كل زبالة العالم عم تيجي بلاستيك وما بلاستيك بتيجي على السوق اللبناني، قضوا على الصناعة الوطنية، ما عاد فيها تستمر، ولا فينا نحن نضاهي الصين، لأنه نحن اليد العاملة عندنا أغلى بكثير والبضاعة أغلى بكثير. صناعة الأحذية في بنت جبيل تراث لا زال عدد من أبناء المدينة يحافظ عليه بانتظار تطبيق الوعود الرسمية بإعادة إحياء هذا القطاع المنتج. من بنت جبيل سامر حاج علي، قناة المنار.